وقليل من عباده
ذلك الحارس ابن جزم عبد الله بن الحارث بن جزم رضي الله عنه من القاتل ما عرفه احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. عبد الله بن الحارث بن جزم ده كان في منطقه مصر فتح مصر ومدفون في قريه بقرب سمنون بوادي بحر في الغربيه. عبد الله بن الحارث انه قال ما رايتم احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان متواصل الاحزان يعني بينه وبين نفسه وكان اكثر تبسما مع الناس صلى الله عليه وسلم. لان ابن القيم الجوزيه في كتاب زاد المعاد ضعف حديث هند بن ابي سلمه الذي قال فيه متواصل الاحزان وقال انه يخالف روايه الاصح منه انه كان لا يكفي بشرار وقحا وكان اكثر الناس تبسما. ويبدو انه لم يدرك الفرق لانه لا يدرك الامر وظن انك تتمرن لكن لا تتمرن. النبي اذا خلى بنفسه بينه وبين ربه كان دائما فكرا متواصلا الاحزان. اما اذا كان مع الناس فكان لا يكفي بشرار احد وكان دائما الناس صلى الله عليه وسلم. وعن ابي طلحه بن احمد بن خالد الخلال ولحظه بن يحيى بن اسحاق السليمين السليمان خير السليمان السليمان أيوه السليمان منسوب إلى سيدنا في قرية أخرى بغداد نسبة قرية السليمان. قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسما. الاحوال اللي النبي ضحك حتى بدت نواجذه ضحك شديد حتى بدت النواجذ الشريفه محدوده لدرجه عبدوها هو حوالي 16 عضله في حياته كلها كويس. اما غالب بحر فلا تنسى لا تبدو نواجذ الشيخ. علشان كده الامام احمد سيدنا الامام احمد الصديق الغماري اخو شيخ سيد عبد الله الصديق الغماري له كتاب لطيف سماه شوارع الانوار المنيفه في ظهور النواجذ الشريفه. كتاب لطيف جمع جميع الاحاديث التي قال فيها الراوي ضحك حتى بدأ نواجذه. جمع فيها حوالي 16 حديث كويس. والكتاب مطبوع في مصر في مكتبة القاهرة في الصناديق اللي ينزل مصر يحصل عليه كتاب لطيف ونزل على النت بي دي اف يعني ممكن تكتبه على النت بعنوان يجي لك تنزله بي دي اف يبقى عندك تلاقيه في الموبايل بتاعك وعلى اللابتوب بتاعك. يبقى اسمه ايه؟ شوارع الانوار المنيفه في ظهور النماذج الشريفه صلى الله عليه وسلم. يعني انا بقول لك ان العلماء اهتموا بكل حاجه متعلقه بالضحك. تبسم ومتى ضحك ومتى تبسم وكيف كان يفعل ذلك؟ كل حاجه متعلقه بهذا النبي المكرم مدونة. لان مفيش نبي زيه صلى الله عليه وسلم. نعرف كل احواله بهذه الصوره. مفي لانه ما نسال لا مثل له صلى الله عليه وسلم. شوف كانت هو مثل له فعلا. وعن ابي قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. الغريب وصف للسند ليس للمجد. وصف للسند وليس وصفا للمجد. خد بالك. الغرابه في المجد ان يكون مرمي عن طريق واحد بس. مرمي عن لان مرمي عن طريق مين؟ عن طريق مشاهد واحد بس. عن طريق واحد بيسموه غريب. لو اتربع عن طريقين يسميه عزيز. لو اتربع اكثر من طريق الى ادنى حد التواتر يسميه مشهور. ثم المتواتر. وعن ابي بكر حدثنا عمار بن حسين بن خويلد
وهو مطر لا يؤمن وهو مشرك كبير، لان ربنا يقرر على الذين الصغير ام اتكلم كذا وكذا وكذا، يقول اه مش قادر يقتل لان في مصايب بني الشريف خايف ليه؟ فيقر ولا يؤمن. فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مطر لا يمكن وهو مشرك من كباره، فيقال اعطوه مكان كل سيئه مولاها حسنه. ابن ادم طمع اول ما يعرف ان سيئات بلد حسنات يقول له فين الكبير بقى؟ عايز المعاصي الكبيره كمان تتقلب سيئات حسنات كبيره. طمع في الله، طمع في الله ده مشهور، لان طمع في الكريم امر محمود وكريم. فيقول إنني ذنوبا لا أراها بها. قال أبو ذر فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا حتى بدت نواجذ، هذه موضعه في الضحك حتى بدت النواجذ، لأنك لم يضحك عليه، يضحك من كمال عفو الله وكرمه وكمال يعني لؤم الإنسان ورحمة الله شملة حتى الإنسان بلؤم. فاتته هو لئيم كده ولا خليته كده، فالنبي يتعجب من رحمة الله وسعة رحمته لعباده، وكيف أن الإنسان ضعفه طماع ولئيم وبدار من كده ربنا برضه هيكرمه ويدخله كده، لأن رحمة صدق. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية نعم قال حدثنا زكريا عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله هو جميل السكر اللي سيدنا عمر في الحديث اللي فات قال له ايه؟ اعطي نفسك ما رايتها ولا سكر منه. جرير بن عبد الله البجلي كان من قبيله الجاهليه وكان امير من امراء اليمن، وأسلم بعد خيبر، أسلم بعد خيبر. فبيقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا ضحك، يعني يبتسم. وأصل الربا النبي من رضا الله، قول النبي ما يبصله كده يضحك معناه إن ربنا راجع جليل. أعرف كويس. الرضا من الله إن النبي لا يرضى إلا برضا الله. والله لا يرضى إلا برضا الله. الجهة واحدة مش جهتين، هي الجهة واحدة، من أطاعني فقد أطاع الله مش كده، ويقول إيه؟ ومن يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله، أهل الذين يبايعونك فيبايعون الله، فجهة واحدة مش جهتين، هي جهة واحدة. فلما تشوف النبي في المنام مثلا في رؤيا ويتحقق بالرؤية اعرف ان ربنا رجعك، دي تأويل، دي تأويل الرؤية ان ربنا رجعك، فهمت بقى؟ لكن لما تشوف النبي في الرؤية انه زعلان منك يبقى تعرف انك انت فيك تقصير وما زال فيك خير. فيك تقصير وما زال فيك خير، لانه باقي من جهتك. فاهم؟ يؤمن راجع نفسك، معناه راجع نفسك. وعن ابي قال حدثنا ان المستريح قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش بن طريق عن عبيده السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف اخر اهل النار خروجا. طبعا اخر اهل النار خروجا من النار هو اقل المؤمنين معرفه بربه، لكن هو بس معرفه بربه ضعيفه، عشان كده خليته اخر واحد في الكلام. فهمت بقى؟ خد بالك عشان تبين لك علامات عدم معرفته بربه. عارف لو عارف بربه ما كانش يعمل في نفسه اللي عمل في نفسه. لان عمل في نفسه عمل يسمع. خد بالك عمل في نفسه.
فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. فيقال له تمنت. قال فتمنت. فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشر أضعاف الدنيا. قال فيقول أتسخط بي أم تمنت؟ تقول أنا ما عرفت إلهي خدمتهولي بجد. أتسخط بي أم تمنت؟ فإن مش متصور الكرم الذي ده في رواية تانية إن ربنا يذكرك يقول له تمنى يقول عايز عمارة يقول له تمنى أكتر يقول له عايز شارع يقول له تمنى أكتر يقول عايز مدينة تمنى أكتر يقول عايز تمويلات تمنى أكتر يقعد وربنا يذكرك يذكرك لحد ما يكون آخر معاني وبعدين ربنا يقول له لكن ما تمنيت عشرة أضعاف الدنيا إيه الكرم ده؟ لأنه مش عارف كرم إلا لأنه جاهل بالله وهو ما بس جاهل أما أتصل بي وأنت فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلغ مواجهه، إن ربنا ما بيأخذش الإنسان على دخله، ما بيعملكش بجهل، بيعملك بكرم، فده سبب ضحكنا، إن كيف أن الإنسان جهول وكيف أن الله به كريم، شفت بقى ده فيك أنت، لأن ربنا لأن في ناس واخدين على الوحي تيجي تقول حاجه شرط ورجع عمل فيه حمل للراحه انت عارف حديث الراجل اللي هو ضاعت منه راحله تتفلى في الفلاه وكاد يموت بعد ما ربنا تبتله فقال اللهم انت عبدي وان ربك اخطا من شده الفرح ربنا ما سابش له خطا مش كده ربك رب الامور يعني وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا بن احوص إسحاق علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أوتي بدابة بركبة فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ربه قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة سبحانك إني ظننت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك يعني ابتسم سيدنا علي بعد ما كده ضحك فقلت من أي شيء من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعك ما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذ قال إذا قال لا يعجب إذا قال واغفر لي ذنوبي يعلم أن لا يغفر ذنوب أحد غيره. يبقى النبي هنا ضحك لأن ربنا سبحانه وتعالى يعجب أن يرضى ويفرح. إن العبد عارف إن ما حدش يغفر ذنوب إلا ربنا بس. يضحك بذات رضا من الله. اكتفى الله بها من عبده معرفة به. كأن ربنا يوم ما خلصت الجنة وكان سيدي يعبدوه زي ما قال ابن عباس يعني يعرفوه فمعرفة الله هي غاية من مراد الله أن تعرفه وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار وحدثنا محمد بن عبد الله بن الصبي وحدثنا الله ابن عون عن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال قال سعد هو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال قلت كيف كان ضحك اي لاجل اي سبب قال كان رجل معه قرص قرص يعني جدل يلتقي به كان رجل معه قرص وكان سعد راميا وكان الرجل يقول كذا وكذا بالدرس يغطي جبهته يعني كان ايه؟ يعني عامل تست شويه فارغ فارغ هل يعمل كذا وكذا يجي جبهته يعني كان جعل الحركه قوي يعني وصف الحركه انها قوي يعني يغطي جبهته فنزع له سعد بسعد فلما رفع راسه ونام فلم يخرج هديه من يعني جبهته وانقلب الرجل وشل رجله وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه
قال حسن أي شيء بقى؟ قال من سبيل الرب، يعني من إتقان سيدنا سعد بن عمر. ضحك من قال مش عشان شارب رده يعني لا. إنما ضحك يعني إيه؟ يعني رضي عن إتقان سيدنا سعد بن عمر. كيف هو حسب الزمان اللي حقق راسه بتزهر ودرب السماء عشان ينام وقت ما بيظهر دي من نوع الفراني يعني بيحسب الوقت والتوقيت والجهه. فهي كان سعد رامي رامي سعد بن ابي وقاص. فالنبي ضحك يعني راضيا عن حسب سعد بن صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفه المزاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المزاح يعني ان تنبسط مع الله تتبسط مع كده علشان تدخل السرور على رسم المزاح. والمزاح المطلوب ان يكون بغير الميزان. ده مزاح ممكن ما تستهترش بيه ولا تستهزئ به ولا تكذب عليه. ده المزاح اللي هو ايه؟ السنه النبويه. تمزح وانت جاد ولا تؤذيه ولا تنابز الالقاب ان دي اسم تضحك الناس عليه او تعمل حركه تضحك الناس عليه تقول ده تمزح كده لا اسم. لا يسخر قبره من قبره. مش كده برضه؟ يبقى في فرق بين المزاح والاستهزاء والسخريه. المزاح بغير الإذان سنة، والاستهزاء والسخرية حرام. فناخد بالنا، شوف ربنا بيقول ويل لكل همزة لمزة. ومنع حاجة. وعن ابي حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا ابو اسامة عن شريك عن عاصم بن احمد، عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له يا للأذنين. قال محمود قال ابو اسامة يعني يا ذا الاذنين بمجيئه يعني يقول يا ذا الاذنين ممازحه. طب هو مش لنا الاثنين؟ يبقى هو يمازحه وفي نفس الوقت لا يقول الا حق صلى الله عليه وسلم. وعن ابي حدثنا عن ابي المستلم قال حدثنا وكيع بن شعبه عن ابي التلياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يكون لاخي لي يا ابا عمير ما لأن كان في أخ صغير اسمه إيه؟ كان صغير، كان النبي كان يقول له يا أبا عمير، طفل صغير، كان يلعب عصفور، العصفور دي ماتت منه، فكل ما النبي قال يقول له يا أبا عمير ما فعل غير يعني فين العصفورة؟ وكان يتبسط معه، هو طفل صغير. في علماء ألف في الحديث ده، وألف حديث يا أبا عمير أخرجوا منه 100 فائدة فقهية. 100 فائدة فقهية من إيه؟ من مزاحة النبي عليه الصلاة والسلام. منها جواز تبنية الطفل. يبقى طفل يقول يا طفل تبقى جاهزه ولا ستات في الدنيا. ومنها جواز اللعب لما فيه الروح دون ان تؤذي. لانك بيلعب ايه؟ بالوسط. ومنها التواصل مع الصبيان. ومنها الحديث مع الصبيان وانه ليس من خوارق الموضوع. لما تيجي تكلم طفل كده والطلب الكبير عظمه صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى وفتوى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه انه كان غلاما صغيرا فقال له يا ابا عمير وفيه انه لا باس ان يعطى الصبي الطير ليلعب به وانما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير من فعل الطير لانه كان له غير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فما زحف النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير من فعل الغلام صلى الله عليه وسلم. ابن القاص من علماء المسلمين افرغ له الوزن حديث ابن فعل وخرج منه فوائد كثيره كويس لكن لا اظن انه مقطوع. من وجده مقطوعا اخبرني لانه ربما يكون مخطوط او طبع وعن ابي قال حدثنا عباس بن محمد الكوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال نبانا عبد الله بن المبارك بن حسين بن زيد عن سعيد بن المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله انك تداعبنا وقال نعم غير عني لا
إني حاملك على ولد آدم. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد آدم؟ فقال وهل ملك وهل تارك لإله إلا أنت؟ يعني كان يقول قبل الرسول يعني وأي جمع ما أخذه موهبة النخل ليه جبت ولد نخل يعني يا رسول الله؟ لأن زي النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول وهل تلد الإبل إلا وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معه عن ثابت بن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا زاهر بن حرام مشهور كان النبي يحب وكان بني مسلم فكان النبي كان يحب زاهر وكان زاهر عايش في البادية وكان النبي عايش في المدينة كل ما يجي يزور النبي يجده حاجات من طرائف اهل البديه وبعدين النبي كان يدينه ما يخصه من اهل من المدينه مقابل ما اعطاه من هديه من اهل البديه فكان يقول زادت باديتنا ونحن قابلون صلى الله عليه وسلم فكان يحب ذلك ان رجلا من اهل البديه كان اسمه زاهرا وكان يؤتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان زاهرا جاريتنا ونحن خالد وكان صلى الله عليه واله وسلم يحبه وكان رجلا دميما فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه عارف انت الجايين البريه بيبيعوا ايه؟ بيبقوا جايين شويه سمن وشويه لبن وشويه زبده حاجات بتاعت البريه وقت بقى بيبيعوا فالنبي جاله من وراه واحتفظ صلى الله عليه وسلم الناس كده بايه؟ وقال من يشتري العبد؟ هو سمع صوت النبي عرف النبي فما سال بعد ايه؟ يسلم له صلى الله عليه وسلم فشوف كيف كان النبي يتوسط مع الناس ومع الصحابه وكيف كان النبي يحسن الخلق ما تعامل معه انسان الا واحد ما تعامل معه حيوان الا واحد وما تعامل معه جمال مش عارف بشر جبل مش والجسم ده مش جمال واهلا حتى الجمال مش في الاكوان كلها صلى الله عليه وسلم لانه رحمته واسعه شملت الايه؟ الاكوان فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا؟ ارسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل سقط امره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله اذا والله تجدني كاسدا عشان كده مين الوكيل؟ مش هتلاقي حد يقدر يشتري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لكن عند الله لست بكاسد او قال انت عند الله ضال بالك في الآن حصرية لطيفة إن الإنسان لما يكون في الدنيا أحيانا يكون منهمك فيها لدرجة أن يغفل عن ربه. هو في السوق وقاعد مشغول بالضعف وبحرق السلع فالنبي لما نظر قلبه قال أن قلبي زاد غفل عن ربه لحظة احتضنه لأنه كان ضعيف حيث أنه غفل عن ربه ليبلغ ضعفه وليوجهه إلى حاله علشان يرجع بقى حاجه كبيره صلى الله عليه وسلم. لان كمان السوق الناس كده بتنسى وكل همها المكسب، كل همه عايز يبيع، كله وفين ربنا؟ بعدين بقى ما نخلص السوق تبقى لازم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما نقول اشفق عليه، لازم كان بيحب واستغل، زي كان من اهل بدر، ده بدر ده من ايه؟ من يعني من اعيان الامه، اهل بدر من اعيان النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اشفق فاحتضنه عشان يشوف بقى لما يتصل بجسد النبي يتحول من الغفلة إلى الذكر ومن البعد إلى القرب فهمت ومن التقصير إلى الولادة طلعت عشان كده أنا بعد قاعد حرة ملوي ولكن أنا قاعد أضيعها أنت صرت غالي خلاص والشوط ده أنت خيبة بقى خلاص حد صلى الله عليه وسلم وعن ابي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا
حواري النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أم فلان إن الدم لا يدخلها عجوز. قال فولا تبكي. فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أنفارا عروة أترابا. فأهل الجنة يدخلوا في سن واحد على قوام واحد على هيئة أبي آدم بسن 33. قل أهل صلى الله عليه وسلم، وحتى لو تقطع عنك سنة تدخل الجنة على 33 سنة، بس لو تقطع عنك سنة تدخل الجنة على 33 سنة، لكن تدخل وما تغسش وتفضل شباب على طول، لأن الجنة ما فيهاش زمن، ده اللي بيخلينا نكبر دي السنة، الزمن يجري علينا سنة واثنين وثلاثة نهر، إنما الجنة لا زمن فيها، خلود كده، خلود، لأن الزمن حركة الأفلاك. والجنة ما فيهاش أفلاك، ما فيهاش حركة أفلاك، ما فيهاش ليل ونهار. كلها نور عظيم كده. زي وقت الإسفار كده، عارف قبل البحر؟ وقت الإسفار كده حاجة بسيطة. يعني الفجر قبل البحر تلاقي وقت الإسفار الدنيا منورة ومش حارة. هو ده نور الجنة على طول كده. ما فيهاش نوم. لأن النوم آخر الأرض. فاهم؟ يقظة على طول. فاهم؟ ما فيهاش تعب. وتاكل وتشرب وكل حاجه ويخرج منك ايه رشه كده تلبسها. لا محتاج كده تولد ميه ولا تولد دقن ولا محتاج اللي يعمل كده. ام سلمي لا تحيي ولا تنفس ولا تتعب. فربنا كان من اهل الجنه وهي جنه لان النبي فيها عليه الصلاه والسلام. والله لكن جنه النبي لو دخل الارض كده كان يطلع معاها. والله هو ابونا ابراهيم لما دخل الارض مش كان الجنه. يبقى الجنة إن النبي فيها. فالنبي كمان فيها هي الجنة. أنت لو قعدت مع أبوك إبراهيم في النار مش كنت هتبقى برضه بسلام عليك ولا لا؟ هتبقى بالنسبة للناس النار لكن بالنسبة لك أنت جنة. وهي تصبح حولك النار بردا وسلام عليك ولا لا؟ عشان كان النبي في صلبه. عشان النبي كان في صلبه. فنجاع عشان النبي لسه عايزها فلازم ينجي أباه وأمه حتى يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف أن الجنة جنة بالنبي والدنيا حلوة بالنبي وجنة كاملة بالنبي. فإحنا أصلا عايشين بالنبي. نتنفس به ونحيا به ونرى به ونهتدي به وعلمنا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن قال باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. وعن ابن قال حدثنا علي بن حجر مش ربنا بيقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين. يبقى النبي يحرم عليه ان يقول الشعر. حرام شرع وربنا يا حبيبي ان قبل الشرع وفقه الا يقول الشعر وهو افصح العرب. يعني عشان بعيد سنه افصح العرب وبرغم كده ما قالش بالشعر حاجه من لكن العرب كل بيقولوا الشعر ولا خالص. اذا باع يشعر واذا شعر يشعر واذا باع يشعر واذا فرح يشعر واذا اتخانق مع مراته يشتمها بالشعر واذا فرح مراته يعمل فيها شعر واذا قال واحد صاحبه يقول له شعر. حياته كلها شعر. العرب كده ده الكلام كله حياته شعر شعر. والنبي عرب فصيح افصح العرب ويعيش 40 سنه ما يقولش بالشعر واحد مش دي قال توفيق من الله. وبعد كده يجي القران يقول له وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني النبي كان يسير وفق الشرع قبل الشرع. شفت حاجه غريبه توفيق من الله. عشان يجي يقول القران ما حدش يقول لك الشعر. فهمت بقى المستلم. وعن ابن قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام عن المقدام ابن شعيب. انا بقول ايه؟ المقدام ولا المقدام؟ المقدام. المقدام. في بعض الناس بتقول المقدام لكن في مصر بتقول المقدام. المقدام ابن شعيب عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت انا يتمثل بشيء من الروايه.
يعني اليوم اللي جاب يعني اللي بيقول لك عبد النبي
وعن ابي طالب حدثنا علي بن حجر قال
تناسب آية كلكم عليه أجل كده برضه تناسب القرآن لما الآن وضع القرآن عليه أن أصدق كلمة قالها شاهد كأنها وفقت أصدق الكلمة. وعن أبي قاتل بن أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريف عن أبيه قال كنت ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده شيء بيعة الرضوان ده إقبال أهل البيعة. فبيقول إيه اللي هو الشريك اسمه عبد الملك. كنت ركب النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكب خلفه على مناقة خلفه. أدي معنى ركب. كنت ركب رأس النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته بها ثقافيا من قول أمية بن أبي الصلاة. كلما أمشته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني هكذا إيه أنا أقول إيه يعني هكذا في نفس الدور أنا أقول إيه إم يعني في أي موضوع تاني فكذلك لو نون يعني في أي موضوع تاني إنما لو ما نونش إيه إيه يعني كمل الموضوع ده تاني فكذلك يعني كان يستزيد يعني حتى أنشدته مئة يعني بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليستزيد يعني كأنه كان أشعار فيها حكمة عالية فسكتبه إن كاد ليستزيد. وعن أبي قاتل بن إسماعيل بن موسى الجزري وعلي بن قطب كل معنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي سنان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان كتابا من بركة المسجد يقوم عليه قائما يفارقه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ينافحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يهيئ حسان روح القدس ما ينافحه أو يفارقه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام البيضاوي في الشرح يقول إيه؟ ويؤخذ من هذا الحديث حلم إنشاد الشعر في المسجد بل يندب إذا اشتمل على مدح الإسلام وأهله وإيذاء الكفر وأهله. أدي كلام علماء الإسلام. يبقى اللي يقول كده يقول إيه؟ من وهلة الإسلام. فاهم؟ أستلم رسالة عاش 120 سنة. 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. كويس. وكان يعني رقيق الطبع جدا لا يستطيع ان يشتغل معركه ما يقدرش يشوف دم ما يستحملش كان يخرج الغزوات مع النبي ويقعد مع المسلمين لا يتحمل ولا يتحمل طبيعه رقيق الطبع شاعر لكن يقول شاعر ما فيش اشجع من كده لكن عند اللقاء ما لوش دعوه لا يتحمل اللقاء فرضي الله عنه. وبعدين جلده النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك مش كده برضه جلده هو وإيه شمنة بنت جحش ستنا زينب ولد في حادثة الإفك مش كده برضه لأنهم إيه نشروا الحادثة وطبعا اعتذر كثير من سيدتنا عائشة واعتذر لأشقى كثير عن عمرو بدر عمرو لأن كان لا يقصد هو مجرد مين الكلام سمعه ما كانش يقصد نشر ما كانش يقصد وعمي في اخر الايام وكان يخش على ستنا عائشه ايه فتكرمه فيقوم ايه يقول لها عروه بن الزبير وعبد الله بن الزبير مش كفايه ان عبد فيك ازاي تكرميه بعد ما فتقول انا لا تكفيك انه قد عمل يعني خلاص ربنا بارك والنبي بارك خلاص عايزين تتضايق من نقطه كده ليه؟ عشان تعرف شفقه امهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. وعن ابي فتح بن اسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن ابي سنان عن ابي عمر عن عائشه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصه ما حكم الشعر خلاصه القول في حديث رواه ابن الترمذي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال حسنه حسن وقبيحه قبيح. هذه خلاصه الشعر من الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح.
باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر واستمر وحتى اسمع على شيء. وعن ابي قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجاهد بن الشعبي عن مسروق عن عائشه سموه مسروق ليه؟ لانه ضعه وهو صغير حتى قالوا صوت وبعدين لما لقوه وسط المسروق فبقى ايه مسروق. عن عائشه رضي الله عنها قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله نساءه حديثا فقالت امراه منهن كان الحديث حديث خرافه يعني حديث ايه؟ خرافه لكن رجل من الجاهليه يقال انه خطفه الجن فعاش معه فتره وبعدين اطلقه الصراحه فرجع لقومه واخبره باخبار الجن اخبار عجيبه فاصبح اي خبر عجيب هو على حديث خرافه نسبة لي وخرافة هذا الذي كان يخبر الناس بالأحاديث الحديثة. فلما سمع الكلام النبي يقول تعجبت منه فقلت له ده أن الحديث حديث خرافة يعني هذا الكلام عجيب. فقال أتكون ما خرافة؟ إن خرافة لكان رجلا من عزرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيه دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما راى فيه من المعاجين فقال الناس حديث خرافه. حديث المزارع وده حديث مشهور لطيف شرحه قاضي عياض المبالغ حديث المزارع. وعن ابي قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن اخيه عبد الله بن عروه عروه عائشة رضي الله عنها قالت كأن الحديث هنا مروي إن هو قول ستنا عائشة تقوله للنبي. يبقى الحديث ده ستنا عائشة تحكيه للنبي وبعد العشاء عشان كده جابوا في الباب استمر على العشاء. يبقى يجوز استمر على العشاء إن كان حديث مع الزوجة اللي هو نسبه. لأن النبي هنا استمر على العشاء يستثنى إن كان في الأمر نهاب أو بمؤنسة الزوجة لأن أنت الزوجه مستنيه بس تسمع منك كلمه ولا تفرغ في حاجه فتيجي بقى بالليل كمان تيجي تكلم تقول انا تعبان اسكتي هتثبتها كده يا اخي زي ما الله ما بتتكلمش حتى ولو بتتكلم وانت نامي سيبها تفكر فاهم لان حسن مؤانسه الرجل لزوجته يديها فرصه تكلمه بقى وتحكي له ويتكلم ويرد عليه ويرد عليه تبقى فيها نوع من ايه من الموده مطلوبه يعني لان في رجاله كده كشافين عن زوجته ما يصحش. اتعلم حسن العشره في النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عائشه قال شوف النبي في مقره قد ايه مشاغل. مشاغل ما تقوليش بقى زي مشاغل مشاغل اللي انت فيه دي. ده النبي كان بيتكلم الانس والجن والملائكه. اه والله انت بس بتتكلم مش الانس بتتكلم انواع بسيطه من الانس بس. ده النبي بيتكلم الانس والجن والملائكه يا استاذ. والملك يعني واحد وست مجانين يعني وبالرغم من المشاكل دي كلها راجع بالليل لستنا عائشه طبعا هنا وقال الصحابه استمر على العشاء ستنا عائشه مش لاقيه عايزه تقعد تتكلم مع النبي شويه مع فارق السن كمان شوف ستنا عائشه كان كمان سنها بالنسبه للنبي صغير يقوم النبي برضه يديها فرصه واتكلم ويحكي لها ويسمع لها ويرد عليها ويطوعها حاجه جميله النبي كده حاسس بالعشاء يقول خيركم خيركم مين؟ لأهلي. خيركم خيركم لأهلي. بس ابن عائشة يقول إيه؟ قال جازت إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا. الستة تقعدوا مع بعض ما تقولش حديث إلا كل واحدة تفكر الثانية عن أخبارها مع جوزها. واحدة تقول جوزي تنميني والثانية تقول جوزي تنضرني والثانية تقول جوزي يضربني فقالت الأولى زوجي لحم جمل
تبص المطعم تقول أحلى عمك كل حاجة توزن ومضبوط كل حاجة
مش عامل اسد في بيته ونعمة بره. في ناس رجاله كده يستأسد على اولاده ومراته وبره نعمة. ليه؟ فبتكون سبب جيم ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسأل عن بعده لانه كريم، فلما يسأل لها مصروف تسرق منه ما يسألهاش على هتكرهي وريني صرفت ايه وعملت ايه، ما يسألهاش لانه كريم طبعا ولا يسأل عن بعده. اللي تصرفه تصرفه واللي تبديه بديه واللي تحتاجه دخل ما بيحسبش عليها يعني. فالكرم برضه في النفقه من مزايا السبع عند النساء، مش جوزها كده بيسألهاش عليها. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن طبع لف ولا يوجد كف لي على بس. يا ساتر يا ساتر، يعني إيه يعني برضه ده يعني إيه ذنب شديد. فبتقول إيه زوجي إن أكل لف، يعني لف الأكل كله 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 قصدي شارب، وإن شرب اشتف يشرب الشراب كله مفتوح يعني، يعني رجل مفتوح نهي. وإن وجع الدفع ويرجع كده كله كمان أما ينام يجمعها ولا يقبلها ولا يطبطب عليها، لا كمان ولو نام كمان يلتف ويديني ضهر، يعني ملوش دفع. زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن وجع الدفع ولا يوجد الكف ليعمل الدفع. ما يحبش يروح حتى عليا يعرف اني مزعل. ولا يجيش كاف ليه على بس انا ما يحبش يروح عليا يطبطب عليا كده يقول لي ايه اللي مزعل؟ جرى لي ايه مش ده جاي؟ فده زمن ما بعد. زي ما قلنا شوف انت انا راجل فيهم. قالت السابعه: زوجي عيايات او ضيايات طبقا كل داء له داء، شكتي او فلكي أو جمع كل لك. ده برضه إيه زمن في بعد. زوجي عيالات أو غيالات. عيالات يعني يجي لأنهم عنين يعني لا يتصل لو ذكر. أو عيالات جاي من العين وهو عدم من القدرة على الإفصاح والكلام. ما أعرفش الكلام. يحتمل المعنى ده والحاجتين أو زمن. طبقا يعني الامور عنده مطبقه، ما يعرفش يميز بينها ولا يعرف الخير من الشر ولا الشر من الخير ولا الابيض من الاسود. اي طبقا يعني كل الامور مطبقه عليه، ما يعرفش يتخير باختيار مين المناسب للامور، يعني غير حكيم. هذا ما ليس له حكم. كل داء له داء، الخلاصه كل الامراض فيه. كل داء له داء، شكك او فلك او جمع كل لك. لما يجي كمان يضربك يا اما يجرحك يا اما يكسرك يا اما يجمعك الاثنين، يجرحك ويكسرك يعني كمان راجل عنيف. وربنا قالت الثامنه: خد بالك ان النبي عاش وما لم يضرب امراه. ويعتبر ان الرجل اللي يضرب المراه ده يعني رجل سيء الخلق تصرف يعني مهين ومهين زي ما تقدر تقول. لكن يقول لك في الاخلاق بقى الراجل البطل يبقى بطل يعني بطل بطل فيه مش البطل. لان النبي كان لا يعمل امراه ولا يعمل بطل. كان النبي يربي بالنظره وبالبصر الحسن وبالصبر وبالحلم وبالمنام وباعطاء الفرصه لاكثر من مره. رحيم صلى الله عليه وسلم. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرضا والريح ريح زرع دمك. يعني نعم الخلق زي المس مس أرضا، يعني نعم الخلق تلاقي الخلق. والريح ريح زرع وريحته طيبة، الزرع ده نبات طيب الريح. يعني ريحته طيبة وتنوره بالوجود يتناولها بالليل ولطف وحلم ورحمة. ما عندوش وقت ليه. قالت التاسعة: زوجي رفيع العناد طويل الإجابة
نجم من نجوم المنتخب كانت ازاي؟ طويل الحكايه، سيف طويل او دليل انه طويل القامه، لان الانسان يبقى طويل القامه يبقى سيف طويل النسب، يبقى طويل الحكايه يعني طويل القامه. عظيم الرمان يعني كريم، ضيوفه كتير، طول النهار عنده طبيخ وعنده رماد كتير، عظيم الرمان يعني كثير الضيفان وكثير الطبخ للضيفان. فهمت ازاي؟ كل ده برضه ايه؟ اشياء من اللي اليوم احنا. قريب البيت من النار، هو لما يجي ايه؟ يعمل بيت في وسط البلد علشان يبقى قريب لكل الناس تيجي تزوره، انما بني ادم داخلين يعمل في وسط البلد عشان الناس تكسر. فلاقي ايه؟ قريب البيت من الناس، يعني ايه؟ حاطط بيته في مقر ايه؟ مجيء الناس، عشان كل الناس تعدي عليه، كل الناس تاكل عنده، كل الناس تفرح فيه وزور. ده كل ده يعني ايه؟ مزايا في كرم الزوج وزيع السين وسكر كسر في النفقه. قالت العاشره: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك. يعني قبل ما تتكلم بقى على فوق الكلام اللي احنا قلناه، يحترم احنا مدخل في له ابن كثيرات المبارك، هو ما يعيش الرجل الا بيت الا بيت، مش الناس اللي يقول كده، يعني عنده اموال كثير. يعني راجل غني او لان الابل هي مال الاغنياء، والمعز مال الفقراء عند العرب وعند ربنا. فبيقول ايه؟ له ابن كثيرات المبارك قليلات المسائل. يعني الابل بتاعته رغم انها كتيره ما يسرحهمش كتير، ليه؟ بيخليهم عنده عشان يتبعثوا للضيوف. دليل الكرم يعني. فاهم؟ قليلات كثيرات المبارك قليلات المسارح. اذا سمعنا صوت المزهر ايقنا انهن هوالك. كمان لما كان يستقبلوا الضيوف كانوا يعملوا ايه؟ يضربوا الضيوف. المزايا تضيف الضيوف. فأول ما الإبل بتاعت زوجها مالي إذا تسمع كفوف يعرفوا إن هم حجتهم. لأن هيقال أنهن هوالك، يعني إيه؟ هيسبحوا ويقطعوا. ده برضه إيه؟ بعيدة الكرم. قالت الحادية عشرة الأخيرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، يعني حرك أذني بالحلي، بمعنى أناس من حلي أذني، يعني حمل أذني من حلي حتى تحرك من كسرتها. وممكن تقول أناس من حلي أذني، ينفع كده برضه. واضح؟ حلي أذني. وملأ من شحم عظمي. يعني بشكل عام مغذيين لدرجة إن إيه؟ تخنت وسلمت. بسبب إيه؟ قلة الخدمة، لأن أنا عندي خدمة كتير، مسددني يعني. مهنيني ومأكلني ومسددني. بين هذا المعنى. كويس؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم. أوعى تحسب أبو زرع. زوجي أبو زرع وملأ أبو زرع الناس من حلي أذني وملأ من شحم عظمي. وبجحني فبجحت الي نفسي. يعني ايه بجحني؟ يعني اداني فرصه يبقى ليا كلمه في البيت كده، فعظمني قدام الناس وبقى ليا كلمه، فعظمت نفسي يعني. مش كل ما تتكلم لا اسكت ايه؟ تتعرف حاجه. لا، يقوم يحترم رايها ويقوم رايها لدرجه ان زادت ثقتها بنفسها. وبجحني فبجحت الي نفسي. وجدني في اهل غنيمة في شبط، يعني كان جابني من اهلي وانا في اهلي فقراء. ما احنا قلنا لنا مال فقراء غنيمة. قال لا، انت مال غنيمة مش مال غنيمة، يعني فقراء جدا. خدني من بيئه فقيره جدا. وجدني في اهل غنيمة بشبط او بشبط، يعني بجهد. فجعلني في اهل صغير وقيت ودارس ومنقل، يعني الصغير للخيل والقيت للابل والدارس للبهائم، ومنقل يعني الدارس اللي بيدرس الامر، يعني خلاني في خير. ف
شكل مرة ثانية أن يبدو لديه معاه ولا يتزوج لها تعرف أنه
كريم وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي من زرع وميري أهلك بالرغم من كله لسه بتحبه زرع يقول لك ايه الحب اللي حبيبي الأول فبيقول لي فلا أجمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر أن يتأذي زرع قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك يا ابن زرع لأم زرع غير أني له طالب في رواية ثانية غير أني له طالب لأن ستنا عائشة تكون أكبر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قلت لك يا ابن زرع لأم زرع فكن لزوجتك كأبي زرع لأم زرع إن كنت تريد أن تكون على خلق النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خرج مضجعه وضع مضجعه أو مضجعه بكسر الميم وفجعه وتصحيحه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب اجعلني على ذلك إنني كني ممتي إنني كني ممتي نوما المنتظر الصلاة يعني نوما يستريح فيها لكن مش عايز يروح على كده يوم بين أن يتوسل إليه زراعه ويجعل زراعه بقى كده من الوسائل لأن النوم غير مريح يوم يسمع إن هو يقوم على طول كان يعمل النوم دي لما يكون إيه بعد ما صلى ركعتين الفجر يوم يتوسل زراعه لحد ما يجيله بلال ولي نومة ثانية كان يستعمل الوسادة ولا يتوسل زراعة دي لما يكون هي ليس وراء صلاة كويس يبقى كان لي نومة نومة يريد فيها يعني ينام نوما طويلا فيتوسل زراعة ونوم أخرى يريد أن يستريح فينام ويكسر صلى الله عليه وسلم احفظ ربه الدعاء الأخير لما تقول ربي رب ادني عدلك وتبعك عبادك وممكن يقول برضه باسمك ربي ولا ربي باسمك ارفع اللهم ان قبضت نفسي فارحمها وان ارسلتها احفظها كده برضه دي ادعيه جميله او حتى ما تقولش حاجه بسم الله ونمت نام على بسم الله مستيقظ على الحمد لله يعني سهل وعن ابي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن له قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك فكان تبع صعوبتك في روايه ثانيه يوم تجمع عبادك وعن ابي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعه بن حراش عن عبد الملك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توفي عند راشد قال اللهم باسمك وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور. وعن أبي قال حدثنا مجد بن حسين قال حدثنا الفضل فقال عن عقيل بن براره عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ قل هو الله. يجمع كفيه كده ينفث فيهما يعني هواء مع قليل من الريح كويس وبعدين يقرا قل الله احد ثلاثا ويمسح بسمله ويقرا قل الله احد ثلاثا مع بسمله ويمسح بسمله ويقرا قل الله احد ثلاثا ويمسح بسمله على فكره ان الذكر ده لو عمل من يجيب الدواليس مش هيجيب الدواليس مش يعني ده حاجات حلوه جدا اللي يجيب الدواليس واللي ينام نوم مدهش في ناس تنام ويقول انهم تعبانين كأنه منامش مرهق فيحافظ على هذا الذكر النبوي الشريف فيجد فيه خير كثير ان شاء الله. جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله احد
يعني لما تيجي واحد منهم عامل تلاقي نفس الغير تعرف انهم عامل يعمل كده. ادي معنى النفس. حسب تفتكر ايه يعني فرع عمل شهير ان انا ما فيش كده؟ نفس يعني الصلاة السبب عليها